أهلا بكم أحبتي المستمعين وحلقة جديدة من برنامج أوراق ثقافية يأتيكم من إذاعة القوات المسلحة العراقية. سيكون ضيفنا اليوم الشاعر الكبير الأستاذ يونس العراف. أهلا وسهلا به معنا في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ يونس. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر، ويشرفني أن أكون ضيفك في هذا البرنامج الجميل. جزيل الشرف أن أستاذ العزيز بماذا يعرف نفسه يونس العراف؟ هل هو شاعر أم صحفي أم رئيس رابطة شعراء مدينة الصدر؟ هو خليط من هؤلاء. نعم. طبعا أنا الشاعر يونس تشلوب العراف من مواليد 1969 بغداد، رئيس رابطة شعراء مدينة الصدر، رئيس رابطة شعراء صفوة، إذن ومؤسسين أيضا، ورئيس ومؤسس منتدى الفارس العربي في مدينة الصدر أيضا، اللي هو حاليا منتدى شباب الحكيم. نعم. مدينة الصدر، هذه المنتديات هي أبرزت العديد من الشعراء في فترات كانت قول الكلمة هناك صعبا، ولا يمكن الحديث عن الكثير من المواضيع، لكننا استطعنا أن نكون مجموعة كبيرة من الشعراء. أنا أنتمي إلى الجيل الثمانيني. نعم. وهذا الجيل هو العديد من الشعراء المبدعين، مثل الشاعر الكبير المرحوم علي المحسن، الطير هادي، رحيم المالكي، محمد الغريب، هاشم العربي، غني محسن، عباس عبد الحسن، سمير صبيح، المرحوم هؤلاء كلهم احنا تقريبا نفس البدايه، جيل واحد. هناك العديد من الشعراء الذي فاتني ان اذكرهم، وهم شعراء كبار اسسوا لقصيده حديثه تختلف عن ما كان متداولا في فتره الستينات والخمسينات والسبعينات من القرن الماضي. نعم. أستاذ يونس، الطفولة أكيد حضرتك تأثرت في بدايتك بشاعر ما، بقصيدة ما، كيف كان هذا التأثر وبمن؟ أنا تأثرت يعني بالعديد من الشعراء. نعم أستاذ يونس تسمعني؟ نعم أسمعك. نعاود السؤال مرة أخرى، حضرتك بمن تأثرت من الشعراء في طفولتك في بدايتك الأدبية والشعرية؟ تأثرت بالعديد من الشعراء، خصوصا شعراء اللي هم بدوا بداية القصيدة التفعيلة. نعم. كالسياب وعبد الوهاب البياتي وناس الملائكة وبند الحيدري، هؤلاء كانوا أولى قراءاتي للأدب، كنا كانت في مرحلة بداية المرحلة المتوسطة، هؤلاء تعلمت منهم العديد من النواحي الشعرية، وهم حقيقة يعني هم مدارس شعرية كبيرة على مستوى العراق والعالم وليس العراق فقط. نعم أستاذ يونس، منتدى مدينة الصدر، هذا المنتدى المهم والكبير والذي يعتبر الآن هو رأس الحربة في أي نشاط شعري في مدينة الصدر، ما هو يعني أبرز التحديات اللي واجهتكم يعني عند إنشاء هذا المنتدى المهم؟ هو الحقيقة هو كثير من منتديات مدينة الصدر، لكن احنا كرابطة شعراء مدينة الصدر، نعم، عندنا العديد من المنتديات الشبابية في مختلف المنتديات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة. نعم. هذه المنتديات خرجت العديد من الشعراء، ومن ضمن المنتديات كان هناك منتدى الفارس العربي. منتدى الفارس العربي خرج العديد من الشعراء اللي راح أذكر لك أسماء مهمة، منهم المرحوم جبار رشيد، الشاعر ميثم فالح، الشاعر علي درجال، الشاعر فاضل كريم، الشاعر فاضل حسن، شعراء كثر ظهروا من هذه، المرحوم علي الفريداوي، المرحوم عباس لامي، ذول كلهم بدأوا من هذه البداية، وأيضا هناك شعراء آخرين لا تسع القائمة لهم في هذا الوقت الضيق. نعم أستاذ يونس، يعني بالحديث عن الشعراء، جيل مهم غاب عن الساحة، يعني الخسارات بدأت من رحيم المالكي رحمة الله عليه واستمرت إلى القاطع وسعد محمد الحسن ثم عريان ثم جبار رشيد وآخر الخسارات سمير صبيح وكريم العراقي، كيف يعني هذه الخسارات كانت متلاحقة بشكل
ملاحظ كيف تصف هذه الخسارة الكبيرة بهذه الأسماء وغيرها؟ طبعا نعم. أستاذ يونس معي؟ أسمعك. نعم أستاذ يونس، جيل مهم غاب عن الساحة الشعرية، يعني البداية الخسارات من رحيم المالكي وسعد محمد الحسن وعطى السعيدي والكبير عريان وكاظم اسماعيل قاطع وجبار رشيد، وآخر الخسارات سمير صبيح وكريم العراقي. كيف تصف هذه السلسلة المتلاحقة من الخسارات؟ هي خسارات متلاحقة ليس للشعر الشعبي فقط، بل نعم. للعراق، لكون هذه الأسماء هي من وضعت منصات الإبداع في العديد من المدن العراقية، وهذه المنصات الإبداعية تركت تأثيرها على الأجيال اللاحقة التي كانت تتابعها والتي كانت تستمد منها الهمة والتعلم. وهناك العديد من الشعراء الذين كانوا طلابا لهؤلاء الأسماء الذين رحلوا عنا، وكانت خسارة ليس خسارة يعني بسيطة. هناك جيل اللي هو جيل الثمانينات حاليا يعني لم يبقى منه إلا الكثير، وأنا منهم وأنا في الطريق طول العمر إن شاء الله أستاذي العزيز. وهناك جيل قبلنا اللي هو السبعينات اللي عبارة عن عمالقة اللي هم كانوا إسماعيل قاطع وعريان السيد خلف ومظفر النواب، هؤلاء الرموز الذين تعلمنا منهم أن كيفية كتابة القصيدة، كيفية الاستمرار في الكتابة رغم الظروف الصعبة. كانوا لنا أساتذة، كانوا لنا معلمين، كانوا لنا ممهدين لمدارس شعرية استمدت تجربتها منهم. ولذلك ظهر جيل الثمانيني، جيل الثمانين الذي هو من أبرز أجيال القصيدة الشعبية العراقية، والذي ظهر بشكل مبهر، ظهر في منتدى الشعراء الشعبيين الشباب اللي كان مقره بساحة مظفر قرب جسر القناة. نعم. هذا المنتدى أظهر شعراء عباقرة، يعني أنا عددت في البداية قسم كبير منهم، وأيضا هم راح أضيف بعد أسماء لجبار محيلس وجبار الفرطوسي وحمزة الحلفي وكريم دخيل. نعم. وخير الدخيل وجواد الحمراني، هؤلاء كلهم كانوا في هذا المكان، هذا المكان اللي هو عبارة عن قاعة يعني لا تعدى مساحتها 200 متر مربع، لكنها كانت تضج بالإبداع، كانت فيها حركة كبيرة للأدب ولمختلف الفنون وليست للشعر فقط. كون الضيوف في الأماسي التي كان تقيمها هذه المجموعة من المبدعين شعراء وأدباء وفنانين بمختلف أنواع الفنون بالمسرح والسينما وأيضا الموسيقى والطرب، كانت كلها حركة ثقافية امتدت إلى ما قبل السقوط. وهذه الحركة أظهرت العديد من الشعراء والعديد من الفنانين، والكثير منهم لا زالوا مستمرين في إبداعهم. هذا الإبداع هو مصدر الحقيقة، يعني مدينة الصدر. نعم. مدينة الصدر يعني صدرت للعراق شعراء مبدعين، مسرحيين مبدعين، أيضاً فنانين على مختلف التسميات، بالتشكيل، بالمسرح، بالسينما. أيضاً هناك من يعني قبل في السبعينات كانت المدينة معروفة بكرة القدم، لكن بالثمانينات أصبحت بكرة القدم والشعر والفنون والمسرح والشعر. نعم أستاذ يونس، دعني يعني الإجابة حضرتك حول أن الخسارة لهؤلاء الأسماء التي ذكرناها من شعرانا خسارة للعراق، ونحن نعيش ذكرى وفاة الشاعر الكبير سمير صبيح. سمير صبيح ترك فراغا إنسانيا، توافقني في هذا الرأي. سمير صبيح حقيقة يختلف عن بقية الشعراء بجرأته، صراحته، ربما يتصورها البعض أنه يصور هاي الصراحة قسوة،
وهي بها نوع من القسوة، لكنها في المقابل يتعلم منها الشاعر الشاب والشاعر الذي تجربته قليلة النصائح والسير في طريق الإبداع من خلال الأخذ بهذه النصائح. هناك العديد من الشعراء ظهروا، لكن سمير ومجموعة من الشعراء اللي ظهروا يعني بالثمانينات ونهاية الثمانينات، يعني من ضمنهم آن وسمير، يعني هاي الشعراء يعني رغم أنه كانت الحركة يعني مراقبة، وأنت تعرف يعني شنو مراقبة بالتأكيد، لكن هناك وصلت الكثير من قصائدنا إلى مختلف دول العالم، من ضمن قصائد للمرحوم سمير ورحيم، كذلك قصائدي. فمن جميل الصدف أنه كان لدي مع سمير صبيح العديد من الذكريات الجميلة والمواقف بالتأكيد، وهناك التقارب الروحي بينه وبينه، لدرجة أنه في يوم إحنا تقابلنا قرب مسرح الرشيد ودخلنا الفندق المنصور ميليا، الشاعر المبدع منذر عبد الحر تحياتنا إليه، نعم. تلقانا بالطريق قال أكيد أنتم خوان، لأنه صادف إحنا اثنين لابسين نفس لون القميص ونفس لون البنطرون الكابوي، وحتى الحذاء تكرم نفس الشيء، فكانت صدفة عجيبة. فمن جميل الصدف صارت مثل النكتة، قال له أكيد أنتم أخوان، فسمير الله يرحمه قال له أقدم لك نفسي، يعني سمير تشلوب وهو يونس صبيح. فهذا من النكات اللي كنا نبتكرها، وكنا يعني بصراحة هو يتميز عن غيره بسرعة البديهية، وأيضا يعني كاريزما لطيفة. نعم، هو شاعر لا غبار عليه تأكيد أستاذ يونس، وشاعر يعني أنا من خلال معايشتي له ومن خلال السنين الطويلة اللي قضيناها سوا، شفت لدى سمير صبيح إنسانية عالية مثل ما قلت أنت أستاذ عمر. نعم، هذه الإنسانية تجسدت في العديد من المواقف، والحمد لله يعني إحنا لما سمعنا الخبر حقيقة، يعني أول شيء أنا سويته إنه صليت له صلاة الجنازة وأنا بالبيت بدون لا أتحرك من البيت. كان بالحقيقة خبر مفجع جدا لجميع العراقيين، رحيل الشاعر الكبير سمير صبيح، خبر مفجع لدرجة إنه أنا عندي ذبحة قلبية قديمة، يعني حسيت إنه رجعت علي. سلامتك، ألف سلامة أستاذ العزيز. نخرجك من دائرة الأحزان، حدثني أستاذ العزيز عن كتابك المهم للشعبي والفصيح والنبطي، 50 وزنا شعريا جديدا. نعم، حدثني أكثر عن هذا الكتاب. هذا الكتاب هو خارج نطاق المألوف بالضبط، لكون أول كتاب وأول شاعر يتجرأ على طرح أوزان شعرية جديدة. الشعراء تعودوا على كتابة قصائدهم من خلال أوزان وبحور معروفة ومتداولة، أصبحت يعني معروفة لكل الشعراء. أستاذ يونس، من أين جاءتك الفكرة؟ كيف جاءتك الفكرة؟ جاءتني الفكرة يعني هي مو صدفة، نعم، وليست فكرة موحدة، لكن هناك سعي. أنا حاولت التعمق بالعروض، نعم، اللي هو المختص العلم المختص بالأوزان الشعرية اسمه العروض. هذا العروض يعتمد بشكل أساس على وحدات يسموها الوحدات العروضية. نعم، هاي الوحدات اللي هي مستفعل فاعلات فاعل، هذين كلهن يسمون شنو الوحدات العروضية. هذني مو أي واحد
يجي يشتغل عليهن إذا مو يكون هاضم إلى حالة باللغة العربية. وموضوع مهم أنا قلت حالة لأنه هو موضوع باللغة العربية اسمه الميزان الصرفي. الميزان الصرفي يعتمد على تحريك الفعل واستخراج قياس الكلمة أو المفردة على الميزان الصرفي اللي هو فاء عين لام وإضافات السين أو الألف أو النون أو الألف والنون هذني إضافا على من على فاء عين لام. من خلال هاي ومن خلال المقامات الموسيقية أستاذ عمر تسمعني؟ أسمعك واضح جدا أستاذ. من خلال المقامات الموسيقية فظليت أبتكر حالة ما موجودة هي الدكتور شعرانة اللي هو إنه أنت شلون تخلي بالك ويا الموسيقى ويا الميزان الصرفي. نعم. تدمجين اثنين هنا. أستاذ يونس كيف تم استقبال هذا الكتاب من الشعراء؟ نعم. كيف تم استقبال هذا الكتاب وهذه يعني خلينا نقول هذا الفتح الجديد في مجال الشعر من قبل الشعراء؟ كيف استقبل الشعراء هذا الكتاب؟ الحقيقة لكل جديد هناك مرحب هناك معارض. بالتأكيد. المرحبين أكثر من المعارضين. الحمد لله. هاي نقطة في صالحك. الحمد لله. كان الإقبال أيضا على الكتاب ممتاز. أكو شعراء كتبوا بالأوزان اللي هي داخل الكتاب وهذا شيء مفرح. نعم. أما المعارضون فكان هناك حوار معهم اقتنعوا بعدين. الحمد لله. أستاذ يونس من الشعراء الشباب وحضرتك طبعا صاحب علاقات واسعة في مجال الشعر خصوصا اليوم، من يلفت انتباهك؟ أسماء معينة تلفت انتباه يونس العراف؟ الحقيقة يعني هناك العديد من الشعراء الشباب، لكن أنا من خلال احتكاكي الدائم هناك شاعر شاب اسمه علي طالب. نعم. طبعا هو علي طالب يعني ابن منطقتي، أبوه نفس مواليدي، فهذا تربى ويا أنا يعني، فعندي اطلاع تام على تجربته. اتطور بشكل كبير وظهر بالإعلام وظهر للناس كشاعر متمكن رغم أنه بعمر الشباب، وهذه من مميزات الاختلاط بالكبار. نعم، اكتساب الخبرة. نعم. نعم أستاذ يونس ندخل في مجال آخر، يونس العراف الرياضي الكبير ما بين الرياضة والشعر، متى بدأت رحلة الرياضة ليونس العراف؟ احنا الرياضة هي يعني احنا انولدنا رياضيين، يعني الجوز الناس ما تعرف هذا تعبير جميل جدا أستاذ يونس، نحن ولدنا رياضيين. نعم ولدنا رياضيين. احنا احنا بتشوادر، منطقة شوادر، أخير شوادر قرب السد، قطاع 38. نعم. قطاع 38 صاير وين؟ نهاية القطاع اللي هو شنو؟ يكون ساحات كرة القدم. نعم. السد وساحات كرة القدم. احنا كنا نطلع من البيت ندخل وين؟ ساحات كرة القدم. بشكل مباشر. بشكل مباشر. فهذا يعني احنا وعينا والله نعرف يعني أسماء قرايبنا، عرفنا أصحابنا اللي لعبنا وياهم كرة القدم. نعم أستاذ يونس سؤال قد يكون مشاغب، يونس العراف وميسي، دائما يونس العراف ينحاز لميسي، حدثني أكثر عن هذه العلاقة. المسألة إبداعية. نعم. أنا نكون لاعب، أنا أحب المبدعين، كل مبدع أحب المبدعين على اختلاف مواهبهم وإبداعهم. نعم. فميسي أتعامل معه كإبداع وليس مجرد لاعب كرة قدم. هذا الإبداع اللي خلقه داخل الملعب لا يستطيع لاعب آخر تقديمه. نعم. أنت أستاذ يونس لقب بالساحر ولقب بالألقاب، العديد من الألقاب، وهذا مو ما جاء من فراغ. بالتأكيد.
استاذ يونس، دائما يونس العراف متفائل وهناك ابتسامة على وجهه، من أين يأتي هذا التفاؤل؟ التفاؤل حالة إنسانية إذا لم تمتلكها ستموت سريعا. نعم. وهذا والتفاؤل الطريق الصحيح للسير في دروب الحياة. عندما تكون متفائلا تكون إنسانا حقيقيا واعيا لما يمكن أن تشاهده في حياتك. قد تجابهك بعض الصدمات، قد تحصل هناك انتكاسات، قد تحصل هناك هزائم، لكن الإنسان بصورة عامة يجب أن يكون واعيا إلى أهمية التفاؤل. فالتفاؤل هو البداية الحقيقية لروح الإنسان. وعندما أقول لروح الإنسان، لأن روح الإنسان هي مجموعة من المشاعر وليس مجرد خارج أو داخل إلى الإنسان. فهذا التفاؤل هو حقيقة أشعر به عندما أشاهد ناس يعملون إلى المصلحة العامة أتفاءل، ناس يشاهدهم الآخرون أنهم يستحقون أن يحتفى بهم أشعر بالتفاؤل. هناك شعراء يشعرون بالتفاؤل، هناك عمال عندما أشاهدهم يبتسمون رغم أنهم لم يحصلوا على عمل في المصدر. فأنا دائم المرور في هذه الأماكن وأستطيع معرفة الإنسان المتفائل والنوت الشائم من النظرة الأولى. نعم أستاذ يونس، وحضرتك لك باع طويل في العمل في مجال الصحافة وحتى كتابة المقالات، هل يؤثر العمل في عالم الصحافة على إنتاج الشاعر أو شعريته؟ هناك مقولة قديمة قالها كثير من الصحفيين إنه الصحافة مقبرة الشعراء. نعم. الحقيقة هاي وجدتها يعني بنسبة كبيرة، لكن بالنسبة لي يعني أنا حاولت كثيرا الهروب من الصحافة إلى الشعر. نعم. دائما هاي لحظات أحاول أنفرد بيها. الشعر حالة يعني يصعب وصفها، حالة وجدانية أكثر من أن تكون حالة مهنية. ليست حالة مهنية. نعم. حالة شعورية ترتبط بالذات، بالشخصية، بما تعيشه، بما تشعر به، بما يمكن أن يكون في المستقبل وأنت تتنبأ به. هذه المشاعر لا توجد لدى أي شخص ثاني. أما التعامل مع الصحافة، الصحافة هي مهنة وأنا أتعامل مع الصحافة كمهنة، ولذلك عندي فصل بين الصحافة وبين الشعر، رغم أنه أنا حاليا أعمل في جريدة المراقب العراقي رئيس القسم الثقافي، أعمل على تجسيد أنه كيفية توظيف الثقافة الشعرية بالعناوين. يعني هسه أكو صفحات نستخدم بها المجاز الشعري. نعم. يعني عناوين لجذب الانتباه. هذه مرات يعني تكون توظيف الموهبة الشعرية لخدمة العمل الصحفي يخرج إبداع. نعم أستاذ يونس، يعني هناك مقولة أن الشعر الفصيح شاعره يتفوق على شاعر الشعر العامي أو الشعر الشعبي بأنه ينال حظوة أكبر أو شهرة أوسع، كما حصل مع الجواهري مثلا، مع السياب، هي أسماء شهيرة واسعة انتشار. ما تقييمك لهذه المقولة؟ هل هي حقيقية؟ في السابق نعم. والآن؟ لا. الآن اختلف الوضع؟ اختلف الوضع. الحقيقة يعني أنا لدي العديد من أصدقاء الأدباء من مختلف الدول العربية، كنت أتصور أنهم لا يستطيعون قراءة ما أنشره من قصائد شعرية شعبية. نعم. لكن وجدت أنه هم عندهم
يعني اطلاع على الشعر الشعبي العراقي بشكل كبير. واكو اكو يعني ارجع لك تاريخيا، نعم، في احد مهرجانات المربد كنت مدعو مع عدد من الشعراء الى قراءات شعبيه ضمن مهرجان المربد. نعم، هذا الكلام كان بال89، يعني بايام المربد كان ياتون بكبار الشعراء. نعم، ك يعني محمود درويش، نزار قباني. نعم، وانت تكون يعني كانت القراءات مو على المنصه مال المسرح الرشيد. نعم، لا كانت وين؟ فندق المنصور المقابل لمسرح الرشيد. هذه الجلسات كانوا يطلبون منا قراءات شعبيه، وايضا كان هناك قراءات لسمير صبيح. استاذ يونس، هل ساهم في انتشار الشعر الشعبي، ساهم الشاعر الكبير مظفر النواب في انتشار هذا النوع من الشعر؟ مظفر النواب نقل الشعر الشعبي الى العالم العربي، هل انت مع هذه المقوله؟ مظفر النواب الله يرحمه كان من المبدعين في الشعر الشعبي. نعم، لكن مظفر النواب وصل الى العرب، يعني احنا خلينا نتكلم بالحقائق. نعم، وصل الى العرب عبر قصائده الفصيح، ولم يصل الى العرب من خلال قصائده الشعبيه. ثم بداوا يستمعون لشعره الشعبي. لكن اكو مساله خل اتكلم بها. نعم، انا اقول انه كان اسماعيل قاطع اللي قرب مهرجان جرش ومهرجان قرطاج اسهم بايصال الشعر الشعبي. هاي معلومه يجوز انت ما عندك اطلاع عليها، لكن انا حكم معرفتي بالشاعر الكبير المرحوم كان اسماعيل قاطع، ومن خلال متابعتي له عند هاي المعلومات. نعم، استاذ يونس، المهرجانات الشعريه اليوم اصبحت اكثر، لكن الشعر الجيد اقل. دائما هناك هبوط وصعود. نعم، في اي حاله من ضمن هاي الحالات هي حاله المهرجانات. هناك استسهال للشعر، يعني الكثير ممن يكتبون الشعر يكتبون باستسهال، وهذه الحالة يعني حالة مرفوضة. إنه لازم أنت تخلي قدامك القصيدة على أنها كائن وليست مجرد كلمات بوزن معين. هذه الحالة كثرت بالفترة الأخيرة، المهرجانات ليست دليل عافية. قد يكون البعض بالضد من هذا القول، لكن أنا بحكم عملي هاي المقولة مهمة جدا أستاذ يونس، المهرجانات. نعم، الآن رغم كثرتها ليست دليل عافية. ليست دليل عافية. نعم، ليست دليل عافية لعدة أسباب، منها أنهم كثير من المهرجانات تتم عن طريق العلاقات. نعم، والكثير من المهرجانات عبارة عن احتفاء بشخص ميت، يعني وهي حالة يعني وكأنه هي هاي مو مهرجانات، يعني هم سيت رثاء، أنا ما أقدر أسميها، يكاد يكون محفل تأبيني، يعني محفل تأبيني. ومع الأسف أنه أكو حالة هم سلبية هم أريد أذكرها، أنه الكثير من اللي يشاركون بهاي هم كانوا بحياة الشخص هذا اللي توفى، هم بضد من عنده. نعم، وحدث هذا وشاهدته بعيني مهرجان رثاء الشاعر المرحوم سمير صبيح. نعم، استاذ يونس، حضرتك ذكرت انه حضرتك والشاعر سمير صبيح رحمه الله كان شعركم شعر معاناة، هل اصبح اليوم الشعر ترف؟ ليس ترف، هناك العديد يعني من الشعراء الذين لا يكتبون الا ما يشعرون به من اسى او من حالة معينة او يجسدونها من خلال التأثير بها، وهذه الحالة موجودة عند الكثير من الشعراء.
الشعر لا يحتمل الترف. قد يكون هناك شعراء مترفون مثل نزار قباني، اللي هو يعني احنا عندما نتكلم عن نزار قباني نقول انه الشعر المترف، لكن الحقيقه انه كل الشعراء وحتى نزار قباني من خلال قراءتي لسيرته اتضح انه الكثير مما عاشه نزار قباني اسهم في انتاج شاعر يختلف عن التربيه التي تربى فيها والولاده التي كانت يعني حقيقه مترفه بكل معنى الكلمه. نعم استاذ يونس، القافيه اولا ام القصيده؟ القافيه اولا او القصيده؟ نعم يعني هذا مو سؤال استاذ عمر. عندما تكتب هل القافيه تكون اولا ام فكره القصيده؟ هذا بداية أي شاعر. نعم. يعني وأنا من عندهم يعني هناك حالة إنه يريد يكتب أي كتابة، يعني مجرد إنه يقال عليها قصيدة. بالضبط. فيجمع هاي إحنا أحكي لك هاي بداية أي شاعر. نعم. إطلاقاً هاي يعني بالمطلق تنقال إنه يجمع قوافي ويكتب عليه. أما الشعر الحقيقي هو الذي يجند القافية، وهاي أكد عليها، يجند القافية لإنتاج صورة ومعنى جديد، صورة جديدة ومعنى جديد. نعم. أي أن هناك تناسب بين القافية اللي تكلم عنها حضرتك وبين الموضوع. الموضوع هو من يطرح نفسه على الشاعر فيكتبه، وهناك تأتي القوافي مسرعة إليه. نعم يونس العراف قدم الكثير من القصائد في دعم قواتنا الأمنية بكافة أشكالها خلال معارك التحرير. هل يرى يونس العراف أن الكلمة سلاح؟ الكلمة ليست سلاح فقط، نعم، بل هي ينبوع لزرع الأمل وينبوع لتأجيج العواطف، وأيضا هناك معنى آخر للشعر وللقصيدة، وهو أنه زراعة روح التحدي لدى المقاتلين. والحقيقة بعد قبل تحرير الموصل أنا سجلت قصيدة، مع الأسف يعني هسه ما موجودة وأنا ما كان ببالي أجيبها. نعم. هذه القصيدة هي عن تشجيع، يعني تشجيع للدخول إلى الموصل. يعني قد تكون تحفيزية أو تشجيعية لقواتنا الأمنية. نعم. تشجيعية لقواتنا الأمنية البطلة اللي استطاعت أن تكسر شوكة الإرهاب، أن تمحي داعش من خارطة العراق. وهذه الحالة هي حقيقة متعودين عليها من قواتنا المسلحة اللي هي سور الوطن، وهي أيضا الزارع للأمان في كل شبر من أرض الوطن. نعم شاعرنا الكبير يونس العراف، سعداء جدا اليوم يعني بسماع صوتك، وأتمنى أن تختم الحلقة بكلمات جميلة من شعرك. إذا حقيقة يعني إذا تريد قصيدة أنا راح أقرأ لك واحدة من القصائد اللي هي يعني عرفت الناس بيونس شلوب العراف. أكون ممنون جدا. إذا حتى الدرب صاير بسامير تقل شلون نمشي وإحنا حفاي، نفتر كل عمر نفرن واعير ونصعد بسملح منصعد الماي، ومرسومين لكن بالطباشير واللوحاتنا ما يضط شراي عصافير. إذا حتى الدرب صاير بسامير تقل شلون نمشي وإحنا حفاي، نفتر كل عمر نفرن واعير ونصعد بسملح منصعد الماي، ومرسومين لكن بالطباشير واللوحاتنا ما يصح شراي، وعواصف بالسماء وإحنا عصافير وعلينا بالأرض مليون رماي، ونحط بيا أرض
وبياسم مطير، اش نخلص يا بشر من ذيك من هاي، كنا على الجمر نمشي المشاوير، وتقرمنا وبعد ما بينا مشاي، واحنا الكل سوالفنا اساطير، وسفة وحيف ما ظل بينا حد شاي، غربحنا ووقعنا في وسط بير، ونعاين عالطفولة بالتصاوير، يتامحنا بطفولتنا مكاسير، ويجبرون البشر على اللعب بهداي، وكبرنا وردنا نصبح كالمشاهير، كبرنا وردنا نصبح كالمشاهير. ليش ليش الزمن بس ضدنا مناشير، يقصقصنا ويوزعنا مناشير، أنخرس منه يفهمني، مناشير إلى حالة تثير الخوف. بهذه الكلمات الجميلة أحبتي المستمعين من شاعرنا الكبير يونس العراف نختم حلقتنا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة بإذن الله من أوراق ثقافية. أستودعكم الله وشكرا لكم.